وائل مسلم عضو نقابه شعراء مصر ورابطه عزف الاقلام وصحفي بجريده طلائع الغد السابقه في قصيده بالعاميه وعنوانها بالعاميه بحبك. اكتب وارسم يا قلم الحبيب، عمرك ما كنت في يوم غشاش، ده كلام الحب عمره ما كان بكش ولا يكتبه بكاش، ده الحب زي البفتة البيضة اللي من القماش وفي القلب زي الشريان اللي بيغذي الإنسان، عشان كده الإنسان بالحب عايش. حبيبتي نفسي أجيب ليكي حتة من السماء وأرسم ليكي لوحة أحلى من الموناليزا وأحلى من لوحة زهرة الخشخاش، ده الحب لو فيه في يوم خلاف أو كلاش، بكلمة حلوة بكلمة حلوة الزعل راح وباش، ده الحب الحقيقي في المشاعر مفهوش كلمة أو باش ولا فيه غشاش، ده الحب كلمة حلوة جميلة والإنسان من غيرها ما يسواش، ده كلمة بحبك لو انكتبت على يافطة قماش بتغير مشاعر كتيرة وتكون مشاعر فياضة وحب جياش، والخايل الحب في دنيا الغرام ما يسواش، وجرح الحبيب لو نزف في يوم مش محتاج لعلاج ولا لشاش، ده قبلة الحبيب أحلى من العسل اللي جوه الجلاش، والحب النزيه لازم يخرج للنور علشان كده عمره في الظلام ما يكون عاش ولا يكون زي الخفاش، ده الحب هو الإخلاص والحب النزيه كاد العوازل وعاش، ده اللي قلبه عمره ما رقش للحب يبقى ما دقش في الحياة كلمة حلوة ولا عرف الحب ولا دقاش، تبقى الحياة من غير حب ما تسواش، واللي يعيش الحياة من غير حب يبقى ما فهمهاش، الحب الحقيقي هو اللي صمد وعاش، والحب كلمة جميلة وفي دنيا الأحبة لها معاني أحلى من أي كلام واحد غشاش، واللي حياته من غير حب تبقى حياته ما تسواش.